صباح الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. النهارده هنعمل مع بعض اكله جميله جدا، كلكم هتحبوها. طبعا في بدايه الفيديو ما ننساش اللايك والشير والسبسكرايب. اذا اول ما تتفرجوا على قناه بيت العيله اكلتنا مين، ما تنسوش تشتركوا في القناه علشان يوصل لكم دايما اتلخبط في الكلمه دي، علشان يوصل لكم كل جديد. بشكر كل حد جديد على القناه عندي، بجد انا مبسوطه جدا بيكم، مبسوطه جدا جدا اكتر كمان ان انا معاكم. احنا هنا على القناه كلنا عيله واحده، اخوات. ويا رب اكون قادره افيد اي حد فيكم ولو بمعلومه صغننه اي قد كده. ما تنسوش طبعا اللايك والشير والسبسكرايب. يلا بينا نشوف اكلتنا ايه النهارده. زي ما انتم شايفين احنا هنعمل النهارده ممبار وكوارع، بس هعمل معاكم ممبار بطريقه سهله خالص خالص، مش هتخطر على بالك ولا هتحتاجي تسلقي ولا تحمري ولا اي حاجه. تعالوا نشوف الممبار. انا الاول معايا 2 كيلو ممبار، تجيبي طبعا الكميه اللي تناسبك. هاخده طبعا انضفه كويس جدا زي ما انتم شايفين بالسكينه كده، باخده على ايدي وابتدي انضف فيه كويس جدا اهو. ما ننساش طبعا اللايك والشير يا جماعه عشان الفيديو يترفع على اليوتيوب واكبر عدد من الناس يقدر يستفاد. طبعا انا خلصته كله زي ما انتم شايفين وغسلته كويس جدا، هحط عليه شويه ملح. ماي في البنت اللي بتحط الملح، وادعكه كويس قوي، ملح بس مش هحط خل، واسيبه بقى في الخل في شويه الملح دول مثلا بتاع نص ساعه او ساعه. وبعد كده هاخده تاني اشطفه كويس جدا على حنفيه زي ما انتم شايفين، وابتدي بقى. هو انا كده غسلت من ظهره، طب انا عايزه الوش بتاعه بقى، هبتدي اقلب واحده واحده زي ما انتم شايفين كده اهو، لان لازم برضو تتاكدي ان هو نظيف من جوه من عند الدهون بتاعته دي. باخده تحت الحنفيه واقلبه، قلبه سهل جدا تحت الحنفيه كده وتقلبيه. طب لو مش عايزه اقلبه تحت الحنفيه ممكن بشوكه او بمعلقه وتقلبي بيها. الممبار الكوارع بتاعتي طبعا انا نظفتها وغسلتها كويس جدا ونقعتها في ليمون وجنزبيل، بس كده ليمون وجنزبيل وشويه ملح. بصوا بيضه وعامله ازاي، تحفه جميله. بصي والممبار بتاعي طبعا انا هعصر عليه ليمون وجنزبيل وملح بعد ما قلبته، واسيبه بقى شويه يعني ساعتين ثلاثه منين ما هبتدي بقى اشتغل في الاكل. خلاص كده طبعا هو قعد منقوع، طبعا بعد ما قلبته لازم انقعه. هرجع بقى تاني اقلبه على ظهره عشان انا هحشيه وهو على ظهره. خلاص انا اتاكدت ان هو نظيف من بره ومن جوه ما فيهوش اي حاجه، هرجع تاني اقلبه. هو بس الغلبه الوحيده في انك هتقلبيه كل شويه، وبعد كده خلاص هشطفه برضو واحده واحده كده كويس تحت الحنفيه اهو. بصي زي ما قلت لك دي المعلقه بتعملي بيها كده وبتقلب معاكي بسهوله، مش حابه كده ممكن تحت الحنفيه وتقلبيه كده ماشي وكده ماشي اهو. بصي بالمعلقه باخد اول طرف منها وابتدي ادكك فيها كده زي ما تكوني هتدككي استك لاي حاجه، سهله بسيطه ما فيهاش اي حاجه خالص اهو. بصوا انا حابه اعمل معاكم كام واحده عشان تعرفوا ان هو ما فيهوش حاجه يعني اهو، نضيف معانا وبقى ابيض وجميل. معايا ميه على النار طبعا بعد ما تغلي هحط فيها الكوارع بتاعتي عشان اسلقها. يعني احنا في المطبخ ايدينا شغاله في كذا حاجه، مش هنعمل حاجه واحده ونقف عليها. طبعا الكوارع هحط معاها جنزبيل وقرفه، حبهان مطحون كمون وكم واحده مستكه اهو. معايا طبعا 3 حبات طماطم، 3 حبات 3 فصوص ثوم. الطماطم والثوم والفلفل الاخضر ما بيخلوش للكوارع ريحه، بل بالعكس بيخلوا ريحتها حلوه جدا. معايا ليمونه، ما تقلقيش من الليمونه. معايا جنزبيل فريش، الجنزبيل اساسي. معايا قرن فلفل. الحاجات دي كلها يا جماعه بتخلي ريحه الكوارع جميله وتخلي الشوربه بتاعتها مسكره وحلو. بس كده هبتدي بقى اغطي، وده لومي ليمون انا كنت منشفاه ومنزله لكم الطريقه على القناه على فكره، سهل جدا بدل ما تشتريه. يعني انا اسمع ان الكيلو ب 99 جنيه او ب 95 جنيه، لا احنا نعمله في البيت. الكوارع بتاعتي خلاص داخله على السوا اهي، هبتدي بقى اشيل كل الحاجات اللي انا حطاها واسيب الليمونه الناشفه بس. ولما نيجي نزود ميه نزود ميه سخنه، ما ينفعش نزود ميه ساقعه. والبصله معايا معايا 3 بصلات كبار كده، يا دوبك بدبلهم شويه وانزل بالتوابل بتاعتي. معايا 7 بهارات، معايا كمون، معايا كزبره، معايا قرفه، ومعايا جنزبيل. انا احب القرفه والجنزبيل في اي الاكل. ومعايا شطه ومعايا بابريكا، لو حابه ما تحطي الشطه براحتك، يعني الشطه دي اختياري. واديهم تشويحه كده وهنزل بعصير الطماطم. طبعا البصله والطماطم على قد كميه الممبار اللي انت بتعمليها، بس اللي انا عاملاه ده مقادير 2 كيلو ممبار بس.
2 كيلو الممبار بياخدوا كيلو رز، كيلو رز، كيلو طماطم، 3 بصلات كبار. هنا معايا فصين توم هشوحهم عشان هعمل الصلصة بتاعت الكوارع. بعد ما يتشوحوا كده هقوم برضو جايبة عصير طماطم، نص كيلو عصير طماطم او كيلو الا ربع عصير طماطم، بس بعد التومة ما تتشوح. وهنزل بمعلقة خل عليها زي ما انتم شايفين كده، وعصرة ليمونة دي اللي هي الطشة بتاعت الكوارع اهو، ونزلت بكيلو الا ربع الطماطم. دي رجل واحدة بس. معايا طبعا نص كيلو رز، هديله تشويحه كده في حته سمنه بلدي، حته زبده، حبه زيت، اي ماده دهنيه انت حباها. والطماطم بتاعتي اتسبكت اهي بتاعت الممبار، وكمان الطماطم بتاعت الكوارع. وبنعمل الرز، هديهم بقى ميه برضو سخنه، وظبطي ملحك وغطي عليها. الرز يا دوبك يبقى اول عقله من عقله الصباع كده يعني متغطيه. هنظبط الملح بتاع الصلصه بتاعت الكوارع، ظبطي ملحك بقى وتوابلك وحاجتك اهو. يبقى احنا عرفنا الاتنين كيلو ممبار بياخدوا كيلو رز، بياخدوا كيلو طماطم. الخضره بقى ربطه بقدونس، ربطه شبت، ربطه كزبره. كزبره انا حاطه 2 لان انا احب ريحه الكزبره جدا. واقطعهم وانزل بيهم، وننزل بالرز بتاعنا، رز عادي خالص مغسول، صفيه من الميه كويس، وتديهم تقليبه كده. ظبطي بقى الكمون، فلفل اسمر، ملح، شطه، قرفه وجنزبيل، ده اساسي يا جماعه، مهمين جدا القرفه والجنزبيل ده، حاولي تدخلهم على قد ما تقدري في اي اكله اهو. زي ما انت وديهم بقى تقليبه، ووطي النار شمعه، اسيبهم بس ايه الرز يشرب من الصلصه بس كده. وخلصنا كده الخلطه بتاعت الممبار. انا حسيت ان هو لسه عايز شويه ملح وشويه كمون فزودت، عشان كده بقول لك دوقي حاجتك وظبطيها وهي على البوتاجاز لسه. بس كده خلصنا الممبار بتاعنا، كله هنحشي واحنا قاعدين. انا طبعا فرشه حاجه على السجاده بتاعه المطبخ، ملايه، اي ملايه قديمه عندي عشان الطرطشه والكلام ده كله، والسجاده ما تتبهدلش يعني. بصوا بقى، بمسك الممبار بصباعي الكبير وصباعين التانيين اللي هما جنب الكبير، يا دوبك كل بس ممبرايه فيها ما تملهاش رز، تيجي تسحبيها بايدك كده تحس ان هي مش مليانه يعني. ما تكبسيش الممبار عشان لما بيستوي بيفرقع، لا انا مش عايزه اكبسه رز يعني. هما الاتنين كيلو ممبار اخدوا كيلو رز مرتاح قوي يعني، مش محتاج اكتر من كده اهو. بصي تفتحي كده زي ما انت شايفة، انا بوريك اهو صباعين الكبار كده، وصباعي الكبير هو اللي قافش على الممبارة من فوق، وابتدي ادخل الرز اهو. ولما تيجي تحشي ما تحشيش في قلب كميه الرز كلها اللي انت عاملاها، يعني طبق على جنب كده لوحده، بحيث هو اللي يبقى فيه البهدله، عشان لو فات شويه رز ولا حاجه يبقوا فايدين نضاف، ممكن احتاجهم، ممكن تسويهم في حله صغيره، ما يبقاش الرز بتاعنا كله متبهدل بالممبار. انا طبعا شطفته وظبطته وحطيته في حاجه كده عشان احشي على طول. سهل وبسيط خالص، والطريقه بقى اسهل بقى بتاعت السويه. بصي بقى يا ستي، هنسويه في اكياس حراريه. ايه ده، ينفع نسوي ممبار في اكياس حراريه؟ اه، هو ده الجديد معانا النهارده، تسويه الممبار في الكيس الحراري. تحفه وجميل وخطير، لا هتبهدلي البوتاجاز ولا بقى عايزه كميه حلل. لو عامله بقى 10 كيلو ممبار هتعمليهم بنفس الطريقه، يطلع معاكي تحفه. وده الجديد في قناه بيت العيله واكلات نرمين، تسويه الممبار في الورق الحراري، تحفه وخطير، ويطلع معاكي الواحده بوحدتها. طبعا هتحطي ميه سخنه تكون بتغلي زي ما انت شايفه كده، والبوتاجاز بتاعك يكون سخن قبلها، ودخلي يا ستي الممبار بتاعك. لو كميه هتقسميهم على كيسين ثلاثه. معايا هنا الفته بقى بتاعه الكوارع، انا جبت عيش حمصته زي ما انتم شايفين كده في معلقه زبده. انا بحب فته الكوارع، احمر العيش في حته زبده زي ما انتم، عيش ابيض شامي، عيش بلدي، اي عيش انت حباه. وهحمرهم، بعد ما احمرهم طبعا اطلعهم احطهم بقى في صينيه، في طاجن، في اي حاجه. والكوارع بتاعتي استوت، والصلصه بتاعتي السبيكه، تاخد معلقتين صلصه كده احطهم على الكوارع، بتخلي الشوربه ريحتها تحفه. التوم بقى والليمون مخليين الشوربه جميله جدا. دي كوارع جاموس يا جماعه، مش كوارع يعني اي نوع تاني، لا دي كوارع جاموس، لان بيبقى فيه كوارع جملي، دي لا جاموسي، بتبقى برده جميله جدا اهو. انا كده حمرت خلاص العيش بتاعي، هبتدي بقى اخد العيش احطه في حاجه
بس هظبط الاول الملح بتاع الكوارع بتاعتي. ظبطي بقى ملحك وكمونك وشوفي بقى ظبطي الدنيا، عشان لو الاكل ما تظبطش هو على البوتاجاز مش هتعرفي تظبطي بعد كده. اه سهل خالص وبسيطه الاكل. بصوا الممبار يعني انا هنا وببص برضو، بصي عليه ولازم الكيس الحراري تخرميه كذا فتحه كده عشان الكيس ما يتنفخش ويفرقع معاكي. عايزه بقى الممبار متحمر يعني بعد ما يستوي خلاص تبتدي تقصي الكيس وتفتحيه وهو يحمر نفسه بنفسه. بصي بقى هنا انا فضيت العيش بتاعي بعد ما اتحمص في طاجن، عشان انا برضو هدخل الطاجن الفرن ياخد ويدي كده بقى ويبقى طعمه تحفه. هجيب الشوربه بتاعتي طبعا، احط على العيش زي ما انتم شايفين كده كميه شوربه مناسبه اهو، وهجيب بقى كام واحده كوارع اقطعهم واحطهم في قلب العيش، بتبقى تحفه وبتبقى جميله. مش محتاجه يعني لو انت عندك عزومه وحابه تعملي لحد كوارع ومش عايزاهم بقى يلغمطوا نفسهم ويلحوسوا الدنيا وايديهم وممكن يقرفوا ياكلوا عشان او يتكسفوا من البهدله، لا انا هتغاضى عن ده كله واجيب الكوارع بتاعتي اقطعها زي ما انت شايفه كده. بعد ما تعملي الفته وتاخديها تحطيها بقى الكميه اللي انت عايزه تقطعيه الكوارع كلها تحطيها. وانا بفضل الطريقه دي بالذات لو انت عامله عزومه وحابه بقى تكرمي حد وتعملي له بقى فته كوارع وممبار وحاجه دسمه. وهاخد الرز الابيض بتاعي بعد ما استوى احطه على الوش كده اهو، ظبطي بقى. طبعا العيش ده بقى حسب الكميه والرز حسب الكميه، ويعني ايه هتعملي طبعا الكميه المناسبه معاكي. هجيب بقى الصلصه بتاعتي واحطها على الوش كده زي ما انتم شايفين كده، بتبقى تحفه. ممكن تكتفي بالخطوه دي خلاص كده وتقدميه، يعني هو كده خلاص خلص. بس انا بقى هدخله الفرن عشان يتكتك كده وكله ياخد من كله بقى، بيبقى خارج عايزه اقول لك تحفه. انت مش تاكلي اي حاجه غير الطاجن بتاع الفته بتاعت الممبار دي الكوارع اهو. ده شكله بعد ما خلص. انا طبعا ايده الفرن، دخلته الفرن كده يتكتك مع نفسه وبعد كده طلعته. بصوا الممبار بقى بتاعي خرج، لا عايز يتحمر ولا اي حاجه. بصوا مستوي ازاي اهو. ولو عايزه شوربه ممبار من نوعيه الناس اللي بتحب الشوربه ماشي، بصوا الواحده بواحده ما خرجتش اي رز، ما فرقعتش زي ما قلت لكم ما تكبسيهوش رز قوي، بس انا طبعا حابه احمره يعني. معايا طبعا زيت سمنه اي ماده دهنيه انت حباها، وابتدي اخده احمره. انا بحب احمره وهو سليم كده، ما بحبش اقطعه عشان ما يطلعش الرز وهو بيتحمر. بس بعد ما بيطلع لو انا لقيت الواحده كبيره عايزه تتقطع بقطعها بقى بالسكينه بعد ما بيطلع. وادي الممبار بتاعنا خلص واتحمر، وفتت الكوارع خلصت معانا، والشوربه اهي والكوارع فيها سليمه. لو حد عايز كده ماشي، لو حد عايز كده ماشي، وسهل وبسيط. والجديد كان معانا النهارده ان ازاي نسوي الممبار في الكيس في الكيس الحراري، طريقه بتهيألي جديده وطريقه سهله. لو انت عامله عزومه بقى وحابه تعملي كميه ممبار هتعمليه في الكيس الحراري، جيبي كيس حراري بس يكون مقاسه كبير وتبتدي تقسمي الممبار. يعني انا دول 2 كيلو، حطيت كل كيلو في كيس، بس هو كان ممكن يتحط كله في كيس واحد عادي، بس انا برضو ايه زياده امان. بصوا الكوارع بقى طالعه بالفته، تاخدي المعلقه فيها كوارع وفيها الفته وتحفه وجميل. والاكله بتاعتنا كانت بجد جميله، تستاهل التجربه وتستاهل اللايك. واشوفكم في اكله جديده من بيت العيله واكلات نرمين، وباي باي.